that big? Murad? Murad? Jai. صباح الخير. ممكن تشرح لي شو صاير وبسرعة؟ كيف يعني؟ مالك متذكرة؟ اللي في شي صار بيناتنا ولازم اتذكره هلا؟ إذا أنت قصدة إنه ما بدك تتذكريه براحتك، وفيك تنسيه إذا بدك. مين من الصبح؟ ما بعرف. نازل شوف مين. انت كيف لسه لك هين تجي لهون؟ كأني زعجتك ما هيك؟ اي والله كتير زعجتيني، لهيك لو سمحتي روحي. رح اقول يلي عندي وبعدين بمشي. انا ما بدي اسمع منك شي مرام. اسمعني بالأول وبعدين قرر إذا بدك، لأنه اللي بدي أقوله أكيد بيهمنا نحن الاثنين مراد. طيب أحكي خلصيني، عم بسمعي. أنا حامل. ما فهمت عليك. بدي شرح أكثر على ما يبدو؟ عملت اختبار، أنا حامل منك. لا انت جنيتي على الاخر ومالك طبيعيه، روحي لاقي غير هالكذبه هي مرام. ما عم بكذب مراد. حاش كذب بقى. صدقني بحلف لك اني ما عم بكذب، عملت فحص وعملته مرتين. هي القصه لها اكثر من شهر ونص يا مرام. ايه معناتها قبل شهر ونص حملت منك. نقلعي من هون. كيف يعني نقلعي من هون؟ مرام ماني رايحه من هون. عن جد؟ امسكي لشوف، امشي. تركني. امشي ولك. لك شو عم تساوي؟ انت عم تشعلي ايدي مراد. نلعي. رح تندم على عملتك هي. اصلا انا ندمان اني ما عرفتك على حقيقتك. برجع بقول لك بتبعدي عن بيتي وما بدي اشوف وشك بنوب. انت رح تدور علي ورح تركع تحت رجلي. رح دفعك ثمن هذا الشيء مراد. صار سالماز. لك انت شو؟ حياة ليش قاعدة على الدرج هيك؟ أنا سمعتكم مراد. حياة؟ شو عم تساوي؟ عم ضب أغراضي. ليش؟ لأني بدي روح من هون. حياة؟ حياة ممكن تروقي لو سمحتي؟ لوين بدك تروحي؟ الموضوع ما له علاقة فيكي حياة. حياة ممكن تهدي شوي، قلت لك الموضوع ما له علاقة فيكي بنوب. لا تبرر لي شيء، أنت مالك مجبور، اتركني. حياة معلش تسمعيني شوي؟ حياة ما بدي اياكي تروحي وانت بهالحاله. حياة خليني اشرح لك الموضوع بعدين اذا بدك امشي. انا مو قدرانه اسمع شي بنوب. لك ما صار شي بيناتنا، الموضوع مو هيك. انا مالي عم لومك مراد. لكن ليش رايحه؟ كل القصه اني بدي امشي من هون وبس. حياة بترجاكي كبري عقلك. انا مكبرته لعقلي مراد، بس كثير واثقه انه مرام عم تحس بنفس شعوري. لك لا تجيبي لي سيرتها. كل موضوعه مو هاممني اصلا،
بس معاملتك البشعة للبنات هي اللي بتهمني. بسمع اللي بتستاهل. ما في بنت بتستاهل إنها تتقلع من الزلمة اللي ابنه ببطنه، فهمت؟ حياة بترجاكي بلا حكي فاضي، لك هذا كله كذب مو مزبوط. طيب وإذا كان صح؟ شايف؟ حتى إنك مالك متأكد بالإذن. أنا ما بستاهل الشيء اللي عم تعملي فيني حياة. أنت كذبت علي وخبيت علي مراد. لك بشو كذبت عليكي؟ قلت لي إنه ما صار شيء بينك وبينها لمرام. إيه ما صار شيء. مثل اللي صار معي أنا. فقت الصبح وأنا نايمة بتختك ومالي متذكرة شيء بنوب. حياة استني. تاكسي. حياة اسمعيني بترجاكي، إذا هديتي رح أحكي لك كل شيء صار امبارح بوعدك. روح احكي مع حبيبة قلبك، الست مرام. حياة. مراد خلص. وين بدك وصلك يا خانم؟ ما بعرف عمو، بس الله يوفقك، بعدني بسرعة من هون. Kokun kalıyor sevişmelerinizin son şahidi sen gidiyorsun ana hamil منك gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş ben bilmem sen bilirsin elbet sen gidiyorsun dur dur gitme bir bakış borcun var bana son gidişinden شو بتحس تجاهي؟ قول. أنا كتير معجب فيك يا حياة. أصحك تتركني يا مراد؟ عملت فحص وعملته مرتين، كل موضوع مو هاممني أصلا، بس معاملتك البشعة للبنات هي اللي بتهمني. ما عم بكذب عليك، ما في بنت تستاهل إنها تتقلع من الزلمة اللي ابنه ببطنه، فهمت؟ Yaşamım sebebim gidiyor ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Kalıyor yastığıma sinmiş kokun, kalıyor sevişmelerimizin son şahidi sen gidiyorsun. Gitmek tüm kalanları yanında götür. Ben bilmem sen bilirsin elbet sen gidiyorsun. Dur dur gitme bir bakış borcun var bana son gidişinden.
aşk laftan anlamaz.